يقول بأن عمه متوفى، هل يحج عنه ويعتمر؟ نعم، إذا كان لم يؤدي حجة الإسلام أو عمرة الإسلام فيتأكد عليه كذلك إبراء لذمته من الفريضة، وإن كان قد حج واعتمر عمرة وحج الإسلام وعمرة الإسلام فأردت أن تحج عنه أو تعتمر عنه نافلة فهذا شيء طيب وينفعه بإذن الله. نعم.